السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. راح نتكلم عن الليست بوكس بالنسبة للجانب العملي. طبعا اليوم بالجانب العملي راح ناخذ برنامجين بسيطات. البرنامج الأول مثل ما مكتوب أمامكم Design and Write VB Program to check a number is odd or even. If it is even, then add this number to list box 1. Whereas if it is odd, then added this number to list box 2. معناه شنو؟ معناه صمم لي واكتب برنامج بلغة الفي بي لتشيك الرقم. الرقم إذا كان الرقم odd، يعني إذا كان الرقم فردي، إذا كان فردي ضيف لي يا وين؟ ضيف لي يا هذا الرقم في قائمة list box 2. وإذا كان زوجي ضيف لي إياه بالليست بوكس 1. طبعا هذا هو البرنامج الأول. بعدين بعد ما ننتهي من هذا البرنامج تحول للبرنامج الثاني. الآن بعد ما فتحنا برنامج الفي بي نتحول إلى قائمة الديزاين. هذه الديزاين، هذه قائمة الديزاين. برنامجنا شو يحتاج؟ برنامجنا يحتاج 2 تكست ليست بوكس، 2 ليست بوكس. هنا هذه ليست بوكس الاولى، طبعا نراعي الترتيب. ليست بوكس الاولى، ونكبر النافذه شوي نعرضها. هذا ليست بوكس الاول، ونحتاج ليست بوكس ثانيه. طبعا ليست بوكس ثانيه، طبعا هذه الاولى المن قلنا نجيب ليبل حتى لا ندوخ. هذا ليبل، هذا ليبل الاول، خليه فوق او هنا جوه. ليبل الاول وكذلك الليبل الثاني. هذا الليبل الثاني، طبعا هذا الليبل الاول نسميه even، يعني even number، even numbers. وثاني سميه odd numbers. odd numbers، طبعا even numbers و odd numbers. نحاول نغير الحجم، طبعا نروح الفونت، فونت فونت، ونختار مثلا bold 12. طيب اوكي، شوف انا طبعا حددتهم اثنيناتهم، نقدر نحددهم اثنيناتهم ونغير الحجم واللون كذلك نسبة الاثنين. بعد ما انتهينا من هذا هسه نحاول احنا ايش نحتاج بعد؟ نحتاج بوتوم حتى نكتب بيه الكود. بوتوم، بوتوم الأول، هذا البوتوم الأول طبعا نحتاجه نسميه كليك تشيك، تشيك نسميه تشيك. البوتوم الأول اسمه تشيك. طبعا البوتوم الثاني، هذا البوتوم الأول، البوتوم الثاني طبعا ما تغير اسم البوتوم الأول، البوتوم الأول اسميه تشيك. لا ما جاي يتغير اسمه، هذا هو الاسم هنا التكست سميه كيك. كيك سميه كيك. وهذا البوتوم الثاني نسميه مثلا يكون البوتوم الثاني نحتاجه وين عملية كلوز نسوي مثلا او كلير. كلير هذا الثاني، كلير كلير. والثالث نحتاج بوتوم ثالث، عملية الثالث نسميه عملية الكلوز، خلق البرنامج. طبعا الكلوز هنا نختار الحرف، نرتب الديزاين كلوز. طبعا نحاول نكبر الخط بالنسبة للتلس. طبعا تحديد مجرد ما تضغط على هذا كنترول وتحدد ال البوتومز وسوي كنترول. طبعا هنا نروح للفونت، فونت هنا
نختار مثلا بولد كذلك 12 اوكي. طبعا نتحول شويه كتابه اكبر. طبعا انا حددت كل حتى الليست بوكس تمام نزغل شوية event. وطبعا هذا مثل ما عرفنا عبارة عن label هذا close هذا clear وهذا طبعا check طبعا check هنا clear هنا والclose هنا ممتاز. بعد ما انتهينا من واجهة الديزاين طبعا اقدر اضيف هنا قبل عملية التنفيذ قبل ما اسوي ستارت اقدر اضيف هنا اقدر اضيف لهذا الليست بوكس الاول. من نظري حكينا انه نقدر نوصل للايتيمز نكتبن هنا داخل الليست بوكس نحدد اول شيء الليست بوكس ونوصل للبروبرتيز. البروبرتيز الخاصة بهذا الليست بوكس نروح الى هذا الايتيمز هنا اسمه ايتيمز وهي كولكشن هذا الكولكشن نسوي عمليه كولكشن هذه هي نافذه السترينج كولكشن اديتور. طبعا هنا ايش اكتب هو راح يظهر لي داخل الليست بوكس مثلا واحد نائب مثلا صفر اثنين اربعه سته سبعه او ثمانيه هذا ضمن السترينج كولكشن اديتور. وضفناه هنا هسه داخل هذه القائمه راح نعطي اوكي. تلاحظون هنا ظهرت لي هاي قبل عمليه التنفيذ قبل عمليه التنفيذ. هسه من انفذ شوفوا ظهرت لي هذه الليسته. طبعا اقدر احدد اي ليست اي ايتمز موجود بالليسته نمبر 1. طبعا هاي الليسته نمبر 1 هاي طلع لي باي ديفولت هذه هي الايتمز. هذه الطريقه حكينا عليها انه نقدر نضيف عن طريق الديزاين تايب. طبعا نفس الحاله نريد نحذفين تروح للايتمز طبعا هذا نحدده اللي هو متحدد وايتمز كولكشن اي كولكشن طبعا هو حددها هنا نضغط على ديليت واوكي راحت كل العناصر راحت كل العناصر. هسا نتحول الى برنامجنا يقول تشيك العدد التي سوف راح تضيفه تشيك ليها هل هو فردي او زوجي. طبعا اذا زوجي تحول هنا واذا فردي تحول هنا. طبعا وين تشيك فيها بوتوم بوتوم وين هذا البوتوم هذا البوتوم خاص بالتشيك بوتوم خاص بالتشيك اسمه تشيك تحول ضغط عليه دبل كليك حولني هنا. طبعا حولنا هنا هذا طبعا الكود قديم هذا البوتوم هنا طبعا بوتوم 1 لتشيك. طبعا راح نعرف متغير من اكس لم الاكس از نضيف هنا اعداد انتجر بما انه اعداد اذا انتجر حتى نضيف راح نستخدم انبوت بوكس فانكشن انبوت بوكس تقول اكس تساوي انبوت بوكس داخل انبوت بوكس تسوي مسج توضيحيه تقول له انتر يور او انتر ذا نمبر يور نمبر او رقمك او انتر يور نمبر او انتر ذا نمبر انتر ذا نمبر. بعد ما انتهينا من هذه الخطوه سنسوي عمليه العفو بعد ما انتهينا من هذه الخطوه سنسوي عمليه راح نختار هنا راح نسوي عمليه الشرط هنا راح نختار راح نشتغل على اف ستيتمنت اف ستيتمنت طبعا اف هنا راح نقول الشرط اللي هو اكس مود 2 يساوي صفر. يعني شنو انجليزي يعني شنو يعني اذا
طبعا اذا الاكس اكس مود سنين، يعني اذا اكس يقبل القسمه على سنين بدون باقي فهذا معناه شنو؟ معناه زوجي، يعني زوجي يعني ايفن. فجت قل له احنا وين قلنا الايفن؟ نخليه بالليست بوكس الاول. فتقول لي ليست بوكس 1 دوت ايتم دوت ات، وايش نخليه؟ نخليه الاكس متغير، اكس متغير. هاي بالنسبه لمن؟ هاي بالنسبه اذا يقبل القسمة على سنين بدون باقي. اذا يقبل القسمة على سنين بباقي فهذا even. فتقول لي else، يعني اذا ما تحقق الشرط الاول else خلي لي اياه list box 2 item dot add و x متغير x. هاي انتهينا من شرط، هذا انتهينا من شرط التشيك. هاي بالنسبة لي تشيك، حتى نشيك العدد ايفن او زوجي. خلصنا من هذا التشيك، هسه نتحول الى الكلير. كلير طبعا حتى انظف كل الشاشة مجرد ما اقول ليست بوكس 1.item دوت كلير دوت كلير فكلير. خلينا نسمع هاي بالنسبة لليست بوكس الأول. ليست بوكس الثاني كذلك ليست بوكس 2.item دوت كلير. انتهينا من هذا البوتون كذلك، تحول إلى كلوز. الكلوز جدا سهل، مجرد ما اقول له انا اريد كلوز المن لكل الفورم، كل نافذه الفورم. فالفورم اسمه مي، نقول مي دوت كلوز، مي دوت كلوز طبعا. من انتهينا من كتابه الكود هسه ننفذ، طبعا سيف ننفذ. هذه واجهه التنفيذ، طبعا هاي واجهه التنفيذ. هسه نقول له تشيك، هذه هي الانبوت بوكس. هنا يقول لي انتر ذا نمبر، فاقول له رقم صفر، هل هو ايفن؟ اوكي، اذا الصفر زوجي. تشيك من جديد، اثنين اثنين زوجي. تشيك من جديد، الواحد واحد فردي. تشيك ثلاثه ثلاثه فردي كذلك. هيكنا هذه الاعداد. الان بعد ما خلصنا من التشيك اريد انظف الشاشه، فاقول له كلير. بعد ما انتهينا من كلير هسه اقول له كلوز. بعد ما انتهينا من كلير هسه اقول له كلوز، وانطي كلوز راح يخرج لي من شاشه التنفيذ. برنامج جدا سهل، احتاج بس تركيزكم. اعيد من جديد انه احنا نحتاج بهذا البرنامج ليست بوكس اول خاصه بالايفن نمبرز، وليست بوكس ثانيه خاصه بالاود نمبر. طبعا نسوي ليبل حتى تعرفون شنو هذا الليست بوكس وشنو هذا الليست. هذا الليست بوكس بالايفن خاص، هذا الليست بوكس خاص بالاود. طبعا حتى اشيك احتاج بوتوم اسمه تشيك، حتى انظف الشاشه احتاج بوتوم اسمه كلير، حتى اخرج من التنفيذ احتاج بوتوم اسمه كلوز. هذا بالنسبة للبرنامج الأول. بعد ما انتهينا من تصميم برنامج البي بي يشيك لي لعدد فردي أو زوجي، نتحول إلى البرنامج الثاني اللي هو تصميم وكتابة برنامج يسوي لعملية تسجيل دخول بسيطة، Simple Login Form. هذه نتحول إلى البرنامج بعد فتح تطبيق البي بي الفيجوال ستوديو. ايش نحتاج بهذا البرنامج؟ طبعا بهذا البرنامج نحتاج تو ليبلز،
يظل الأول اسمه يوزر نيم نيم الليبل الثاني اسمه password نحتاج text box لليوزر والtext box للpassword طبعا هنا أنا password وهنا أنا اليوزر نيم طبعا نغير حجم اليوزر والpassword حجم الخط والفونت alt ماشي اوكي هذا اليوزر نيم هذا الباسورد لاحظ زغر طبعا النيم شويه والباسورد كذلك بعد ترتيب بعد ما انتهينا من اليوزر نيم والباسورد نتحول الى بوتون نسمي هذا البوتون نسمي لوجن بوتون نسمي لوجن هذا البوتون نسمي لوجن هذا البوتون نسمي لوجن دخول بعد ما تمينا لوجن نغير حجمه كذلك وولد ماش اوكي هذا بالنسبة لل لوجن بعد ما انتهينا من تصميم واجهة الفورم الأول طبعا بهذا البرنامج راح أشرح لكم كيف إنشاء فورم ثاني ضمن نفس الابليكيشن ضمن نفس التطبيق فمجرد نروح إلى اسم الابليكيشن اسمه ويندوز ابليكيشن 6 كليك أيمن Add نختار من Add فورم ويندوز فورمز أضيف لي فورم جديدة طبعا شنو اسمها تريدها اسمها فورم 2 وأقول له add هذا هو الفورم 2 طبعا هاي الفورم 2 راح أقول لكم إيش نستفاد منها هاي الفورم 2 نجيب لها label نسميه welcome سميناها welcome هذا الفورم إيش نسوي حاول سوي تغيير للستايل ستايل الخط الخط نختار مثلا خط مزغرف خط مزغرف او مثلا نختار هذا الخط تالك بولد نختار مثلا 26 او 28 نقول له اوكي طبعا هذا الخط ويلكم رساله ترحيبيه نغير الفور كولر بالنسبه للخط فور كولر الخط اختار لون مثلا يكون هذا اللون طبعا او اختار هذا اللون مثلا اللون طبعا نغير لون الفورم نحدد الفورم نروح الى باك كلر الفورم نغير الى هذا اللون مثلا او اختار الوان هذا اللون مثلا غير هذا اللون طبعا نسوي الفورم هسه خلصنا من هذا الفورم نتحول للفورم الاول هذا الفورم الاول الفكره من الفورم الاول والفورم الثاني انه من اسوي لوجن وادخل اليوزر نيم الصحيح والباسورد الصحيح
يحولني إلى الفورم الثاني مباشرة. شلون راح نتعلم الطريقة؟ قبل لا نتعلم الطريقة أريد أوضح فقرة صغيرة، إن الباسورد هنا هسه من أنفذ تلاحظون من أنفذ، مثلا راح أكتب اثنين وأحول إلى الباسورد، مثلا 123 123 ظهرت لي 123. شلون أحولها؟ بأستخدم مثلا الباسورد كاركتر، باسورد كاركتر. طبعا باسورد كاركتر مجرد ما أحدد التكست بوكس الثاني أحدده، هذا التكست بوكس 2 أحدده وأروح إلى يوز سيستم باسورد كار، أختار هو هنا الخيار التفعيل ما مفعلينه فولس، فأنا أسوي ترو. سويت ترو سننفذ، أكتب عليه مثلا وأكتب الباسورد 123. شوفوا هذه هي الفكرة من استخدام الباسورد كاركتر حتى يوضح آلية العمل. طبعا لوجن هسه نتحول إلى كتابة الكود. طبعا كتابة الكود وين؟ في اللوجن، تحول إلى اللوجن. داخل اللوجن تحول اللوجن، شنو الفكرة من إذا الفكرة من هذا البرنامج؟ يعني أقول له إذا الاسم صحيح والباسورد صحيح، ها أعطيني مسج توضيحية إنه عملية الدخول نجحت، وكذلك حولني للفورم الثاني. أول شيء الشرط، فأقول له if text text1.text تساوي بين دبل كوتيشن، ايش تساوي لتكون عالي، اسم عالي، والباسورد اذا اختار ان text box 2 text تساوي لي text2.text تساوي لي مثلا كلمة admin. فمن اقول له ادمن، اقول له زين خلصنا من الاف الشرطية. اذا هذا الشرط تحقق اعطيني مسج بوكس، مسج بوكس، وهاي المسج بوكس عيدك تعطيني كذلك مسج تقول لي بيها اللوجن، عملية التسجيل نجحت سكسسفول، نجحت. اريد اغير الستايل مال المسج بوكس، فقل له مسج بوكس ستايل دوت كريتيكال او دوت مثلا اختار اوكي كانسل، اوكي كانسل. وساختار بعد اريد مسج داخل المسج بوكس، او اريد اغير تايتل المسج بوكس العنوان، فشو اقول له؟ اقول له هاي عمليه اللوجن فورم، لوجن فورم، عملية اللوجن فورم. خلصنا من المسج. بعد الانتهاء من المسج اريدك تحولني للفورم 2، اقول له فورم 2 شو ظهر لي الفورم 2، كلين الفورم 2 واخفي لي الفورم 1. هذا الايعاز يعني اظهر لي الفورم 2 واخفي لي الفورم 1، هذا الايعاز. زين إذا تحقق هذا الشرط، زين وإذا ما تحقق هذا الشرط فش أقول له؟ else اعطيني، أقول له مسج بوكس اعطيني مسج، مسج بوكس في هاي المسج تقول لي بيها؟ تقول لي بيها sorry incorrect incorrect some name باسورد، يعني الباسورد واليوزر نيم خطأ، وأغير ستايل مسج بوكس، مسج بوكس ستايل دوت كريتيكال حتى يعطيني رسالة تنبيهية إنه هي خطأ، وأغير التايتل أقول له خطأ invalid، يعني هذه خطأ.
هنا الآن من في الشرطية، هنا من في الشرطية، وانتهينا من الكود، نتحول الآن إلى التنفيذ. ننفذ start، نفذت. اليوزر نيم احنا ايش قلنا؟ اليوزر نيم قلنا علي، هسه راح ننفذ صحيح علي، والباسورد سوينا كلمة admin. قال لوج ان، قال لي اللوج ان successfully، يعني شنو؟ يعني صحيح. اقول له اوكي، حولني الى الفورم 2، حولني الى الفورم 2 وانطاني هذه المسج بها ويلكم. زين، طبعا بالتنفيذ لو تلاحظون، لو لاحظتوا مثلا هسه راح انفذ خطا، مثلا انفذ مثلا علي دبل ال اي، والباسورد 1 2 3 4 5 6، وقل لوجن اعطاني سوري انكوريكت يوزر نيم اند باسورد. من انطي اوكي، شوف لو تلاحظون اليوزر نيم بقى نفسه هنا مكتوب، والباسورد نفسه. شلون احذفهم؟ شلون انظف الشاشه حتى اكتب من جديد؟ انظف الشاشه واكتب من جديد بعد ما انتهيت من الاف الشرطيه، يعني انت من خلصت كل شيء، اريد منك تسوي لي، نظف لي التكست بوكس اول كلير، نظف لي اياه، كذلك التكست بوكس الثاني بوكس ثاني كلير. نظفت لي التكست بوكس الاول التكست بوكس الثاني، نظف لي اياه. نفذ من جديد، طبعا نفذ من جديد، مثلا اكتب مثلا شين، طبعا خطأ، 1 2 3، لوجن سوري انكوركت، هذا المسج انه هي خطأ انفاليد، طبعا تايتل مالته، قل له اوكي. شوفوا نظف لي الشاشة. شنو استفادينا من هذا البرنامج؟ استفادينا هواي شغلات. اول شغلة استفادينا منها انه شلون ننشئ فورم ثاني، يعني مثلا تطبيقي ضخم يحتاج اكثر من نافذه، شلون اضيف؟ قلنا عمليه الاضافه كليك ايمن اد، ونختار فورم، تريد فورم جديد، هذا من خلال اضفنا فورم ثاني. شلون اظهر الفورم الثاني؟ مجرد اقول فورم 2 او اي شنو اسم الفورم دوت شو يظهر لي اياه. طبعا هاي خلصنا منها. زين، شلون اسوي عمليه لوجن بمثلا اكثر من يوزر واكثر من اكثر من، مثلا عندي 2 يوزرات وعندي كلمه سر واحده، هنا اكتب علي واحمد مثلا، والباسورد ادمن، راح ينفذ لي اياهم. زين، هاي طريقه تسجيل دخول سمبل، وهنا مسج بوكس انه هي نجحت العمليه، واذا لا اعطي المسج بوكس توضيح انه هي خطا. بعد ما انتهينا من كل شيء، سوي لي عملية شنو؟ عملية تنظيف للتكست بوكس الأول والتكست بوكس الثاني. أتمنى الشرح وافي واستفادتوا من هذه التسجيل. تقبلوا تحياتي، مع السلامة.